تواصل المقاومة التصدي لقوات الاحتلال في محاور التوغل، حيث بثت كتائب شهداء الأقصى بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين مشاهد قصفها موقع أبو مطيبق العسكري بقذائف الهاون. بسم الله الرحمن الرحيم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. تقوم كتائب شهداء الأقصى بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين مجموعات الشهيد القائد رأفت أبو هلال أبو العبد بدك موقع أبو مطيبق العسكري بقذائف الهاون، والموافق اليوم 24/6/2024 على بركة الله. الله أكبر، الله أكبر.